راح فيكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام والتغذيه. اليوم معنا الضيف المميز سعد بن تركي وحلقه حواريه مميزه، خلوكم معنا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع الكابتن سعد بن تركي، معلومات قيمه ان شاء الله بنستفيد منها بالحلقه هذه. يعطيك العافيه كابتن سعد. الله يعافيك، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير كابتن. اول شيء خلنا نعرفك وعرفنا عن نفسك. معاكم الكابتن سعد بن تركي. سلام. بكالوريوس تربيه بدنيه. طبعا انا بلشت باللعبه هذه سنه 99، وكنت هاوي باللعبه هذه، واصبحت محترف وبطل في اللعبه هذه سنه 2002. طبعا كانت البطولات بطولات داخليه داخل الكويت، وما كان معترف فيها، كانت بطولات انديه. كنا مجموعه من الشباب نشكل لنا بطوله، النادي الفلاني والنادي الفلاني، كانت انديه بسيطه وصغيره. تختلف عن البطولات اللي حاصله الحين. طبعا الحين البطولات تختلف، الحين بطولات عالميه ما شاء الله، اصبحت الكويت تنافس البطولات العالميه، فيها لاعبين ينافسون ابطال عالم. فكانت مشاركتي في سنه 2002 كبدايه احتراف لي انا. وشاركت، كانت في اخر مشاركه لي في سنه 2018 في برشلونه ارنولد كلاسيك. طبعا البطوله هذه ثاني اقوى بطولات العالم، وان شاء الله المزيد من البطولات عندي. ان شاء الله انا قاعد اذهب حق شهر 4 وقاعد اذهب حق شهر 9 القادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، عسى الله يوفقك ان شاء الله. طبعا الفئه اللي تلعبها كابتن سعد البادي بيلدينج. اي نعم. حتى بسنه 2002 ما كان في تعدد الفئات نفس الوضع اللي الحين صاير، مثلا فيزيك كلاسيك فيزيك والامور هذه. صح. فالبادي بيلدينج كان شنو كانت طبيعه الاوزان؟ طبعا كانت اوزان واحجام كبيره، معنى كانت التغذيه اللي موجوده مو مثل التغذيه الحين موجوده. طبعا اول كانت تغذيتنا عن الدياي يكون مفيوح، بالماء نفوح الدياي، كنا ناكل الدياي ونشم ريحه سفرته. وهذا شيء. الشيء الثاني البيض، مو مثل النظام الحين الدايت الموجود انه تاكل مثلا بيض معين او شيء. اول كنا نشرب البيض، نقعد الصبح نشرب البيض على طول، ما كنا ما كانت متوفره المكملات مثل الحين. طبعا اول كانت المكملات قليله، والمختصين في التغذيه هم ناس قليلين ومعروفين بالاصابع، اما الحين لا، منتشره بكل مكان. هذا شيء. الشيء الثاني المواقف الظريفه اللي حصلت لي في سنه 99 كبدايه مشواري، ان اول مثل ما انت عارف، المشاهدين عارفين، ان الاهل عندهم مفاهيم مغلوطه، وانا ما الومهم، ما كانوا عارفين بالشيء هذا. اول كنت لما اشتري البروتين او السابلمنت كنت اخشه فوق السطح، فمره مرتين ثلاث اصعد رايح راد حق السطح على اساس اني اشرب البروتين. فالوالده تشوف سعد ايش عنده، رايح فوق ونازل تحت، رايح فوق ونازل تحت. اصعدت فوق كانت تشوف في علبه بروتين، كانت تاخذ العلبه هذه وتروح المستوصف. تبي تسال يسبب عقم ولا ما يسبب عقم، يسبب امراض داخليه ولا كذا. فابدا لا تسبب عقم ولا شيء. طبعا ما كان في وعي نفس ابدا ما كان في وعي تام. محلات السابلمنت الحين ما شاء الله الناس وعت وناس عرفت وناس قاعد تدرس وقاعد تثقف، فانتشرت بشكل عام. هذا بسبب من المواقف الظريفه اللي حصلت لي في سنه 99. الموقف الثاني بشكل سريع بس، اول ما كانت عندي سياره بالسنه هذه، فكنت اروح بتاكسي، اروح بتاكسي وارد بتاكسي. مره من المرات رحت بتاكسي، تمرنت وخلصت، فوانا طالع قلت خليني ارد بتاشيره، وقفت صوب الشارع وانا قاعد اشر ولا اشوف سياره صافطه حوالي الصوب الثاني، ولا ريال كبير عود اطالع، قام يقرب صوبي، شكله اعرفه، اشوف ولا الوالد الله يحفظه. الله يحفظه ان شاء الله. ليش واقف؟ طبعا قاعد ارد عليه، والله طالع من النادي ما عندي احد يرد البيت وشي، كان يفسخ العقال وترسب. على ايامنا كنا صغار الله يعطيه الصحة. اي والله، هذه من المواقف الظريفة اللي حصلت لي. اما بخصوص لاعبين كمال الاجسام في الكويت، ما شاء الله الحين لاعبين وايد كبار، ناس وايد فاهمة، ينافسون بطولات عالمية. فاصبحت اللعبة بشكل عام الشكل ما شاء الله التوعوي في الكويت اكثر، الثقافة زادت. هذا شيء. الشيء الثاني اللي انا من اختصاصاتي في اللعبه هذه اني ادرب كمال الاجسام، ادرب البادي بيلدينج، ادرب الفيزيك الفتنس. هذا طبعا بعد مرور سنوات وخبره ودراسه وعلم. طبيعي ما توصل المرحله هذه الا بعد خبره. بالضبط. فانا
اوجه كلامي حق اللاعب المبتدئ، ان اذا بديت تبي تدش يعني مثل النادي تبي تعرف شنو الموجود، لا تروح حق اي مدرب، روح حق مدرب فاهم يعني عنده معرفه باللعبه هذه، ينصحك يفيدك يعلمك يوجهك. يعني خاصه اكثر الاصابات اللي تحصل عندك اللاعب المبتدئ ما يعرف شلون طريقه التمرين، يعني التكنيك والامور هذه، التكنيك اللعبه، الزاويه، شلون يحرك العضل. اي مسكين يلعب ويتعور هذا. وانا هني يعني انا من ناحيتي يعني اشوف ان هذا الغلط غلط يعني اللاعب القديم، انه يشوف له لاعب مبتدئ يعني قاعد يتمرن اللعبه غلط مو عارف ايش قاعد يسوي انه يخليه. فانا نصيحتي حق اللاعب القديم قبل اللاعب المبتدئ، اي لاعب مبتدئ يتمرن داخل النادي وجهه مو غلط، يعني اعتبره مثل اخوك الصغير داش نادي يبي يتمرن يبي يتعلم وجه. يعني اذكر اول انا في ايام اول سنه 99 وسنه 2000 كنا يعني ما كنا نعرف، كنا ندش النادي نشوف يعني نقعد بالساعه والساعتين تمرن، يعني تخيل نقعد بالساعه والساعتين، مو مثل الحين مثلا حدك 45 دقيقه على اساس العضله تستفيد. اول ما كنا نعرف، اي ما كان في اول كنا نتمرن ساعتين لا نلعب بقوه يعني، فما كنا يعني نستفيد اكثر، العضله تتهالك تتاكل مو مثل الحين. هذا شيء. الشيء الاخير اللي ودي اتكلم فيه بخصوص السابلمنت، السابلمنت الحين متوفر بشكل كبير، منها حق يفيد حق اللاعب البادي بيلدينج ولاعب الفيزيك ولاعب الفتنس. هذا شيء. الشيء الاخير بس هالنقطه هذه بخصوص اللي يقول انا بنشف واللي بيقول انا بسوي فيزيك او يقول انا بصير بادي بيلدينج، ترى عدد الجولات وعدد الطقات وعدد العدات نفس الشيء حق اللاعبين كلهم، الاختلاف الوحيد البسيط بس انه شنو؟ التغذيه، ان هذا يكون كارب عالي مثل العيش والبطاط، وان هذا يكون مثلا الكارب اهم يكون بس متوسط بشكل ادنى من اللاعب البادي بيلدينج، فتكون في نسبه يعني وسط، عرفت؟ فهذه بشكل عام انا اتكلم عن اللعبه هذه وبدايه مشواري وش اللي استفدته وشنو الاخطاء اللي شفتها واللي مريت عليها. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. باي سنه بلشت تلعب الحديد؟ سنه 99. 99 كان 99. اول مره انت كبدايه. وشنو اللي خلاك تدش المجال هذا؟ انا ما شاء الله انا يعني خصوصا 99 ما كانت النوادي متوفره مثل الحين والشو الاعلامي حق اللعبه. لا انا ترى ولدت من رحم عائله رياضيه. عرفت؟ انا عندي عمي مشعل الحبيب. نعم. بطل هم بطل الكويت كان في زمانه. وعندي ما شاء الله عندي عمي نفس الطريقه لعمي الثاني بطل في لعبه كمال يعني في الملاكمه. فانا ولدت في رحم الرياضه. أي. عرفت؟ فاللي ياخذني معاه النادي، اللي ياخذني معاه يشوفني يعني اشوف اللاعبين شلون يتمرنون. فهذه كانت بدايه مشواري. فكانوا يمرون البيت وياخذوني معاهم. ما مروا البيت تاكسي. اي النادي رد من النادي للبيت تاكسي. فكانت هذه طريقتي حق النادي كبدايات. بعدين الحمد لله الله سهلها وحبينا اللعبه وصارت يعني شيء مثل الهوى بالنسبه لي انا، صارت في علاقه حب بيني وبين النادي. علاقه ود يعني. يعني مثل الواحد لما يكون يعني مشتاق حق شغله فلانيه انا اشتاق اني اروح اتمرن. فصارت في علاقه حب وموده بيني وبينه. شو اللي خلاك تدش اول بطوله بال 2002؟ والله كنا يعني اكيد في شغله هي اللي قالت لك لازم انت تلعب هني، لازم انا احط ريلي احط بصمه بالبطوله هذه على الستيج وعلى البطوله، واني اشوف وضع يعني اللي داشين بطولات وشي. هذا عمي. اي عمي مشعل موجه له تحيه يعني طبعا. مسي الله مسي على بالخير. فقال كان يشوف فيني يعني بطل، يشوف فيني يعني كمحترف كما شاء الله له مستقبل كبير في اللعبه هذه، فكان يوديني ويجيبني ووريني بطولات عالميه وشي. فمن بدايه المشوار بلشت معاه، هو اللي حفزني، هو اللي قال لي روح انطلق. فبس يعني لو يعني بعد الله ثم مشعل انا ما كنت اعرف اللعبه هذه. زين كابتن، نبي ندش معاك تمرين ونشوف بعض التمارين ونشوف الاخطاء اللي ممكن اللاعب المبتدئ يقع فيها بالتمارين. ماكو مشكلة. شنو التمرين اللي حاب تورينا يعني اليوم ان شاء الله؟ والله ان شاء الله عندنا تمارين البيطان. حلو. وبيطان وتمارين التراي. وان شاء الله اوريكم تمارين صدر بعد. إن شاء حاضر. واللي تامرون فيه انا حاضر. يعطيك العافية. ويستاهلون المشاهدين بعد. يعطيك العافية ما تقصر. الله يعافيك. خلوكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل.
وانا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقه اليوم مع الكابتن سعد من تركي. خلوكم معنا حلقات جديده.